مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم اللي هي قناة المبتدئات مع أم رؤية في فيديو لحجاب اللي راهم داير حالة في وسائل الاتصال. نتمنى لكم أخواتي دخول اجتماعي سعيد ليكم ولأبنائكم والنجاح لأبنائنا كامل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي المشتركات والزائرات، مرحبا بكم في فيديو جديد وموديل جديد بمناسبة الدخول الاجتماعي ومع الحجابات اللي راني ندير فيهم كل مرة. اليوم حنبارطاجي معكم موديل سامبل وسهل كراهم داير حالة في وسائل الاتصال بالقماش اغيوغ. اغيوغ اللي حنستعملوه اليوم جاي في الغوز، بربي ان شاء الله حنوريكم الطريقة السهلة والبسيطة لتفصيل هذا الموديل. هيا تفضلوا معايا اخواتي، كما راكم تشوفوا القماش طويتو على ربعة بالشكل هذا، الخطوط تاعو جايين عمودي. انا شريت مترتين ونص، ما كاينش شي مترتين ونص كيما هذا الشكل. هذه الحافة، الحافة كي راكم تشوفوا فيها هنا مترتين ونص، طويتها على ربعة بالشكل هذا، ها من لهنا على اثنين مترتين ونص. كي طويتها هنايا على ربعة اختراكش الموديل هذا، الذرعين والكتاف متصلين ببعضهم، يسمى معناش القصة ليك اللي تجي هنا في الكتف. كيما راكم تشوفوا طويت القماش على ربعة بالشكل هذا، واني خططت وحدي وحسبت له كيفاه نديرو، دوك نفهمكم فيه مرحلة مرحلة. حبيباتي بما انها الحجاب هذا حيكون فيه قفلة من الخلف، لازم تكون دايما عندنا الخياطة ليك اللي تجي في المنتصف، وانا باش نتحصل عليها لازم نفتح القماش هنا منا في الجهتين هذه وهذه، نفصل الامام عن الخلف ونوريكم كيفاش ندير الخلف محكوم بلي زيبانجل والامام تاعنا مقفول، ونعاود نفصل الحط الامام فوق الخلف مع بعضهم ونفهمكم. نجي هنا دوك نقص القماش ونفصلو، راهو على ربعة القماش، نزيد نقص للتحت نفتحو مليح في الجهتين، ونفصل الأمام على الخلف. هذا اللي راه مرسوم راهو أمام، واللي من الداخل هو خلف. حنا كي نشريو القماش نشريوه على الشكل هذا، الخطوط تاعو جايين افقي كيما راكم تشوفوا. حنا نطويو، كي نطويو على ربعة بغيت نفصلو بالعمودي كيما درك اخواتي. ندير الحافة، الحافة على الحافة، ونحكمها بليزي بانجل ونقلبها في الجهة اللي من هي باش هي اللي حتعود الخلف تاع الحجاب هذا. نعدلها ونطويها من هي ونحكمها بليزي بانجل، ونرجع لكم بعد ما نحط عليها الامام مع ليزي بانجل. بعد كيما راكم تشوفوا نعدلها مليح ونرجع لكم. كيما تشوفوا اخواتي هذه الخلف اللي حكمته بليزي بانجل، اسمها الحافه تاع الخلف جايه من هي والحافه تاع الامام جايه هنا قدامي. نبدا دوكا نحط في القياسات عادي كيما متعودين. نجيب عرض الكتف اللي هو 38، نطوي المتر على 2 ونحط المتر تاعي بالشكل هذا ونمور. نهبط باثنين، ندير الساعة ربع صباع تاع فتحة الرقبة اللي هو 7.5 سنتيمتر، 1.5 سنتيمتر ندير ميل الكتاف كيما متعودة. نزيد نقيس 22 سنتيمتر باش نعرف حردة الإبط، بالرغم أني أنا ما نحتاجش هنايا حردة الإبط لأنه المونش لاصقة في الكتاف والصدر، حنعينها خاطرش نحتاجها. نزيد نقيس بما أنه لي مونش هنا يجيو خطوط متعاكسة في الجهتين، نقيس 50 سنتيمتر طول تاع المونش طيح لي هنا. نعدل القماش مليح، نقيس 3 صباع من لهنا اللي هي 5.5 سنتيمتر، نحط السنتيمتر تاعي بالطريقة هذه، ونرسم خط مائل من فتحة اليد لنقطة الكتف كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا وكأنها مسطرة. نجي دوكا لفتحة اليد نقيسو 20 سنتيمتر، نعينو النقطة هذه
نرسم خط افقي بالشكل هذا. بقاتنا دركا الابط نتاعنا، نجيو لفتحه الابط نهبطو بربع صباع. اول حاجه نقيسو باش نتاكدو من القياسات، نجيو لدائره الصدر نقيسو قيس تاع دائره الصدر تاعها اللي هو 100 سنتيمتر، زايد ربع صباع بهذا الشكل في الميل هذا، لانه الحجاب هذا يتلبس عريض. نعينو النقطة هذه من فتحة من دائرة الصدر أربع صباع، ونرسمه بالشكل هذا. هاي ربع صباع من النقطة هذه تاع خط دائرة الصدر، نرسمه خط من فتحة اليد حتى النقطة هذه، ويجي انحناء هنا في الإبط. هذا الحجاب يتفصلوا كأنه حجاب كيمونو بالطريقه هذاك تشوفوا فيها. دوكا نحوسوا نعرفوا خط دائره الخصر، دائما نهبطوا 43 سنتيمتر لانها الفتاه هذه طويله. نديروا القيس تاع دائره الخصر اللي هو 98 سنتيمتر، نطويو المتر على 4 نتحصلوا على الربع، زايد ربع صباع ونوصلوا النقاط لبعضها. خطركش الحجاب هذا وتلبس عريض ويتخصور بالخيط هنا في الطاي. نرسمو هذا الطي هذا الانحناء بالشكل اللي وريته لكم عادي. الان جا دور خط الارداف، نقيس 22 سنتيمتر من خط الخصر، نلقاو خط الارداف نمورو بهذا الشكل، نجيبو 123 سنتيمتر قيس دائرة الأرداف، نطويو المترة تاعنا على 4 ونتحصلو للربع بالشكل هذا. نحطو المترة ربع القيس ونمورو زايد زوز سنتيمتر حق الخياطة ونوصلو النقاط لبعضها. بقالي المايل خط المائل هذا، مع العلم أني درت عرض الحجاب من تحت 74 سنتيمتر. نطوي المترة على 2، 74 سنتيمتر على 2 ونمور بهذا الشكل، ونوصل النقاط مع بعضها بالمترة وكأنها مسطرة، مع العلم أن الحجاب مخطط طوليا، الجزء العلوي تاعو والجزء السفلي مخطط أفقيا. نوصل النقاط بهذا الشكل، يبقى لي ميل الحجاب من تحت 2 زوز صباع عفوا، ونقسم المسافة هذه إلى 2 ونرسم الميل بكل سهولة. كيما راكم تشوفوا اخواتي، القماش نخليه كيما راهو باش في نفس القماش حنفصلوا الجزء السفلي منا هنا باش نجيبوه مخطط افقي، ونجيبوا منا الجزء تاع ليمونج اللي راه مخطط عمودي. عفوا قبيله قلت لكم مخطط هنا عمودي، هو هذا التخطيط نتاع الذراعين حيكون كيما هنا في الصدر، وليدين تاعو حيكونوا العكس تاع الخطوط هذو، حيجي مخطط عمودي. سما كي نقصو هذا ونجيبوه لهنا الجهه هذه تاع اليد حيجي هنا عمودي. اذا حنا حنحيو القطعه السفليه للحجاب منا والقطعه السفليه تاع اليدين منا. الان باه نفصل الجزء السفلي للحجاب ويجي مخطط افقي، نقيس 74 سنتيمتر وهي مفتوحه بالشكل هذا من الجهه هذه الجهه هذه، ونحكم القص زوج تراه برك اللي فيه من الحافه هذو باش ندير الامام والخلف. خطركش دوكا القماش على 4 وانا حنستعمل قطعتين للامام والخلف، نعد القماش مليح باش كي نقص حنقص هذه الفوقانيه برك اللي فيها الحافه. 74 سنتيمتر والارتفاع 32 سنتيمتر، ونمور ونقص ونوصل النقاط بعضها. دائما تأكد باللي 32 سنتيمتر باش كي نقص القطعة تجي قد بعضها. نعدل مليح بالخط، يبقى لي دوكا القطعتين يجيو في اليدين باش نزيدوهم. نجي ونقيسو 20 سنتيمتر قد الفتحة تاع اليد، أجي هنا نتأكد مليح 20 سنتيمتر
دايما نحافظوا على القماش ونقيس هنا 15 سنتيمتر، القيمة اللي حنزيدها من الله. اخواتي هنا الحجاب هذا اول مرة نفصله معاكم، وكل ما نجرب معاكم حاجة سماها ونلقى لقيت ازاي كما انا درت القياسة دوكا صحيحة، لقيت الزايد من بعد في الطول تاع المونش نزيد النقص، بصح انا متأكدة بلي راه صحيحة بربي ان شاء الله. دوكا نقصو عادي الجزء العلوي للحجاب، دائما تتبعوا الخط ما تخرجوا عليه ما تدخلوا عليه باش تحصلوا على القص الجيد والفصالة الناجحة. نحيو ساعة الجزء العلوي، تحصلوا على القطعة هذيك وحدها اللي حنحيو منها الجزء السفلي للحجاب والجزء الثاني تاع لي مونش. نكملوا القص في الجهه هذه اللي منا، نحيو الزوائد. دائما نحافظوا على الرسمه اللي رسمناها مع بعضنا تراكش راهي صحيحه وبالقياسات الحقيقيه للفتاة. نكملوا نحيو هذا الجزء. الان ديروا فتحه الرقبه اللي هي 9 سنتيمتر، نرسموا الربع دائره هذه ونقصوها وحدها الامام برك وحده، نزيدوا نقيسوا 5 سنتيمتر للخلف ونرسموا الربع دائره هذا ونقصوا. نحيو القطعه هذه، بما انه العلم الخلف يجي مفتوح كما راكم تشوفوا فيه فتحه. نحيو القطعه هذه دركا بجهه ونزيدو نفصلو هذه القطعه باش نفصلو بها الجزء السفلي للحجاب، نفتحو ونعاودو نعدلو باه نقصوه وحده. قبل ما نقصو نزيدو الساعه زوز صباع، خاطرش انا ما نحيتش الميل تاع الحجاب، نزيدوه باش كي نحي الميل يطيح لي جديد كامل مع بعضاه، ونكمل القص عادي. نطوي دوك القطعة هذه الى 2 باش نوريلكم كيفاه نحي لها الميل في الجهتين. نجيبو الحجاب ونحطوه قدامو القطعة العلوية بالشكل هذا، وتشوفو كيفاه نحي الميل. الحجاب نحيت له الميل في الجانب المفتوح، دوك الجزء السفلي نحي له هنا من المنتصف زوز صباع ونرسم الميل بكل سهوله ونقصه. يبقى لي الميل السفلي نحيه من الجهه المفتوحه كالعاده كاي ميل عادي، شوفوا كيف طاحت قد قد، نديرو زوز صباع ونرسمو الميل تاعنا ونقصوه من تحت. دوكا نجي نعدل الحجاب في الجهه هذه الميل تاع الحجاب باش كي نجي نخيط يطيح لي قد قد، من شحال نحي بزاف نحي ابان باك نعدل بها الخياطه باش يطيح الميل من نقطه الخصر لتحت قد بعضها كيما تشوفوا، ما نحيتش بزاف. دركا راح نقص القطعتين اللي يجيو في اليدين من تحت، كيما راكم تشوفوا هما يجيو عمودي وذراع تجي افقي. هذا نقص القطعتين تاع يد وبه منفصل القطعتين تاع اليد الاخرى من نفس القطعه. نعدل برك ونقص باش تجيني سهله وبسيطه. هاكا نكون كملت الفصاله تاع الحجاب كامله بكل سهولة وبراعة كما راكم تشوفوا. هذا جاء افقي وهذا عمودي، هذا هو سر جمال الفصالة هذه والحجاب هذا. وليمونش كما راكم تشوفوا دوكا نحكمها كما حكمت الجزء السفلي للحجاب قاقب، تبقى لي غير الخياطة نتاعو بالطريقة هذه. دركا نجيب القطعة اللي فضالت نفصل بها
الخيوط، الخيط اللي حنربط بهم القدام، والقطعتين اللي يجيو من الداخل. قيمه 3 صباع كما راكم تشوفوا، ونرسم بهذا الشكل ربع قطع، والخطوط هذو حيساعدوا على الرسم تاع هذا القطع. كما راكم تشوفوا درت قصيت ربع قطع، زوج حنديرهم خيط حزام، وزوج حنديرهم القطع اللي يجيو من الداخل في لاطاي كما راكم تشوفوا في الشكل هنايا من الداخل. دوكا دور الخياطه حبيباتي، نركبوا دائما الخيط الاسود ولا الخيط البلونوي اللي يخرج على القماش بالشكل هذا، ونبداو نخيطوا الحزام تاع الحجاب، نطويه بالطريقه هذه كما درنا مع بعضنا من قبل، ونعدلوه مليح ونبداو نخيطوا بوان داري دائما ما نساوهاش، ونطويه بالشكل هذا ونعدلو ونخيطوا بنفس الطريقه. تطبقوا بها الجهه الثانيه تاع الحزام، دائما تطبقوا وتعدلوا تحصلوا عليه مخيط جيدا. هذه الطريقه السهله للخياطه، خير من نخيطوه ونعاودوا نقلبوه ونتعبوا فيه. حتى تكملوه ثاني حاجه نديروها، نبداو نلصقوا القطع مع بعضها. نبداو بالقطع الصغيره كما هذو تاع ليمونش، نخيطوا ونحيوا لي زيبانجل، نزيدو نجيو للحجاب من الاسفل، نخيطوا تاع الخياطه هذه اللي في النص العموديه هذه، خيطوا ونحيوا لي زيبانجل كامل، مهم نخيطوا كلش، نحيوا لي زيبانجل باه الحاجه اللي بغات السورجي نروحوا نديروا لها السورجي، باه نجمعوا كل الاطراف مع بعضها. نزيدو نخيطوا دوك الطبطين من الخلف، فتحت الرقبه من الخلف دايم بوان داري، ونبداو نخيطوا نحيوا لي زيبانجل، نخيطوا قيمه واحد الربع صباع تاع الفتحه في الجهتين، نهز البيد بيش وننتقل الجهه الثانيه كما راكم تشوفوا، ندوروا كملوا فتحه الرقبه من الخلف مليح باش نكرونتيوها. نزيدو نخيطوا الطبطين مع بعضاه هنا، نحكموه مع بعضاه بالشكل هذا باش يولي قطعه واحده كما راكم تشوفوا. راني مديره طوال كولونت، هي اللي حتسهل عليا العمليه وتعطي قوام للقماش خير من لافيزلين ما يصلحش في الحالات هذه. تحصلوا عليه كيما هاك. درك اخواتي حنشرح لكم نقطه مهمه جدا باش تعرفوا وين تحطوا القطعه هذيك اللي تجي من تحت اللي نركب فيها الخيط من الامام، ومن الخلف حندير لها لاستيك. نقيس 44 سنتيمتر من اعلى نقطه هنا في فتحه الرقبه، ونرسم خط افقي بهذا الشكل اللي حنديرو قاعده نحط من بدايتها هذه القطعه اللي حنركب فيها الخيط، نحكمها بليزي بانجل بالطريقه هذه، تبقى لي الفتحتين اللي ندخل فيهم الخيط، لازم نديرهم بالماشينه الصغيره تاع القفايل العينين اللي ندير بهم القفايل. نطوي ذاك الحجاب على 2 ونرسم الفتحتين هنا في المنتصف، فتحه منا وفتحه في الجهه دي من هي. دوكا نروحوا للمكنه الصغيره ونعطيكم كيف نديروا العين الفتحه تاع القفايل اللي حنستعملها للخيوط انايا في الحاله هذه. حبيباتي باش نخدم انا القفل تاع لي موديل لي هذا اللي عندي، عندي مكنه قديمه تويوتا من نوع قديم هذا كي تشوفوا فيها، نستعملها دائما ندير بها لي بوطون تاعي. كي نحيو البيل بيش هذه كيما راكم تشوفوا، نحيوها نجيبو البيل هذه سبيسيال القفايله، نركبوها عادي كيما راكم تشوفوا هكا. كل مكنه وكيفاه، لشتا مكنه جديده نفس الطريقه
كل وحده كيفاه. كنذكر ركبها حنفهمكم برك كيفاه. نجيو هنا عندنا كي تعود عندكم قفايل تقيسوا على قد الحجم تاع القفله، تمشي هذا البي هذه على قد القيس تاع القفله اللي عندكم. انا دوك انا حندير فتحه برك قيمه ما يدخل الخيط ويخرج فقط، يعني نستعملش تاع كيما هكا. حنوري لكم الكلاج برك تاعها عندنا، وهذا الواحد هذا المفتاح هذا كي نديروه هنا في رقم واحد حيديرنا هذيك النفذه الاولى تاع القفله. اثنين نطلعوا نعاودوا نرجعوا، ثلاثه هذيك اللي تجي في المنتصف، اربعه هذيك اللي تجي تهبط. دوك نديروها مع بعضنا كيما هنا ها. كيما هذه العين كي نحبوا نديروا هذه نروحوا الرقم واحد، كي نحبوا نديروا الجهه هذه نروحوا الرقم اثنين. حركوا دائما المفتاح هذا. نحبوا نديروا ثلاثة نجيو هنا في المنتصف، نحبو نديرو الخط هذا نجيو أربعة. دوكا نركب الكاميرا في التريبي باك ونرجع لخالتي. يعني بديت ندير في وحدة نرجع دوكا ربعة نديرو طريق ثاني. حصلت على وحدة على هذه، بقات لي تاع الجهة الثانية نعاود نديروها مع بعضنا. دايما نديرو واحد اثنين مع ثلاثة بعد أربعة. لكن التشفيق ديما نضغط من التشفيق هكا نكون تحصلت على الفتحات هذو اللي نحتاجهم باش نخرج الخيط كيما هك. هنا دوك نفتح برك ونركب الخيط، من بعد نخيط هذا من داخل الطريق هنا وطريق هنا ونرجع لكم. دوكا نخيط القطعه هذه من الاسفل، قمت من داخل الخيط وندخلوا لاستيك من الخلف. الخطوط هذو اللي في القطعه حيسهلوا علينا الخياطه باش نخيطوا خط مستقيم، وانتم تخيطوا عندكم في ليزيبان باش ما يكسركمش الابره. شوفوا هنايا معايا النفذه كيفاش جات مليحه. نزيدوا نخيطوا الطريق الثانيه، دائما تبعوا الخط هذا تاع القماش، هو اللي حيسهل علينا الخياطه بطريقه سهله وبسيطه. كي نكملو نحيو لي زيبانجل ونفتحو ذوك الفتحتين تاع الخيط وندخل الخيط بكل سهولة في الجهتين كيما مورفين نعتلكم. ها جاو هايلين. شوف معايا هنا اخواتي، درنا لاستيك من الخلف، ركبنا القطعة هذه كيما ركبنا للأمام. ها الخط اللي رسمناه، ها الخط اللي رسمناه، حطينا عليه القطعة وخيطنا. الخطوط هذو ساعدونا باش نمشي في خط مستقيم. ركبت قطعة لاستيك بنصف القيس تاع دائرة الخصر، كي يعود الخصر 80 القطعة هذه تكون 40 سنتيمتر كيما هكا. كل واحد يدير على القيس لي يرتاح فيه. ركبنا لاستيك من الخلف، زدنا الأمام. هاو جبنا الامام تاعنا هاو
هاو الفتحات اللي درناهم الماشينه ديك طويوطا فتحناهم ودخلنا الخيط تاعنا في الجهتين كما راكم تشوفوا هكا. يتزير الخيط حسب لاطاي تاع الفتات ولا اللي تلبسوا بالشكل هذا. دركا حبيباتي حندير الفيني الفتحه تاع الرقبه كما متعودين هكا نخيط عليها وندير ملاقات الكتف هنا. دائما نحط الخلف فوق الطاوله ونجيبوا الامام نحطوه بالشكل هذا ندير ملاقات الكتف بالطريقه هذه. الحاله هذه نبداو نخيطوا الكم تاعنا من التحت هنا حتى الكتف. هذه هي لا فينيسيون تاعنا. كي نكملوا الكتفين نزيدو نقفلو منا حتى لتحت من بعد نكفو قد الطول المناسب. هنا كي نخيط ندير ملاقات الكتف نوريكم كيف. حاب نولهكم حبيباتي كي تحبوا ديروا الخياطه هذه تاع ملاقات الكتف هنا في الاضافه هذه تاع اليد لازم الخياطه تطيح مع بعضها هنا باش ما تجي جهه طالعه وجهه هابطه في الجهتين. نبداو نخيطو من بدايه اليد فتحه اليد حتى الكتف ملاقات الكتف في كل جهه. نخيطو نعدلو نكملو الجهه هذه نبداو في الجهه الثانيه للحجاب. جينا الخياطة سهلة وبكل احترافية نجمعوه مرة واحدة. نعدو دايما نتأكدو من الخياطات يطيحو مع بعضهم فرد خط بهذه الطريقة. شوفوا معايا كيفاه جات قد بعضها قد قد. قبل ما نديرو لافينيسيون تاع فتحة الرقبة من الخلف نجيبو قطعة تاع ستيك فيها ثلاث صباع ونطويوها على اثنين وندخلوها هنا ما بين الطبطين والحجاب بالشكل هذا ونخيطو باش نتحصلو على فتحة القفلة اللي حنديروها بلاستيك وتسهل عليكم العملية. من بعد تقلبو وديروا لافينيسيون تاع فتحة الرقبة تعدلوها وتخرجوا البلاستيك كيما هاك. ونكملنا الحجاب قلنا غير نقفلوه في الجهتين ونحدوه هذا مكان. كي نحدوه تحديدا زينا نلبسو المكان ونجي لخواتاتي نوريلكم لافينيسيون كاملة بهذا الشكل. نحطو القفلة نخيطوها باليد هذا مكان. تي مبتدئاتي العزيزات على قلبي شوفوا الحجاب جا روعة كبيرة جهايل خير من الفوطو وخير من الموديل اللي شفناه. شوفوا كيفاش جات الخطوط نتاعو متناسقة. شوفوا الفصالة شوفوا هنا في ليمونش كيفاه طاحت هذه عمودي هذه أفقي هذه كيما هنا. شوفوا مليح باش تطبقوا الطريقة جيدا. شوفوا هنا ثاني من تحت كيفاه جايه هذه بهاتها العتبه تاع الحجاب من تحت جات تحفه. انا صراحه عجبني شهايل الاتقان تاعو والفصاله تاعو كيفاه خرجت هايله. نوريها لكم ثاني من الخلف تشوفوها مع بعضنا. شوفوا كيفاه جا هايل ما شاء الله. هذا كي زيد تلبسوا مولات والله يبارك بصحتها يزيد فيها النص تلبس بالصحة. ولحنا هاي القفلة اللي درناها مع بعضنا الفتحة هاو لاستيك وكأنه خيط وهو أستيك. حجاب عملي جدا وباهي ومتحوف على الموضة. هذا اللي راهم داير حالة في وسائل الاتصال كانت تشريوه ما تلقاوش متين وصحيح كما تخيطوه بنفوسكم أحسن. هاي الطريقة هنا الخيط هو اللي يتحكم في لاطاي. سما هذا الحجاب تقدر تلبسو مولات 40 42 44 46. كي يعود حجاب كيما هكا بخيط وبلاستيك يعود لباس وكأنه ستوندار. تلبسو مولات لاطاي 40 42
44 46 يلبس سما بسم الله ما شاء الله، طول وعرض هايل، كش ما تنقص وحده في القيس تاع الطول برك بصح راهو هايل. حبيباتي اللي عجبها الموديل وبربي ان شاء الله يعجبكم، راكم ما عندكم ما تقولوا فيه يعني هايل متقون بسم الله ما شاء الله. بارطاجيو معنا الفيديو هذا مع الاصدقاء وديروا لنا تعليق زين من يديكم هذوك الزينين، وجام حبيباتي جام باش القناه هذه تبان في صفحه البحث، ونخليكم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو المقبل مع حجاب جديد وموديل جديد باذن الله، ومع السلامه. جام حبيباتي جام، شوفوا جا هايل، روعه روعه كبيره.